بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم ازاي نريتريف الداتا او نجيب الداتا من الداتابيس بتاعتنا. دلوقتي عندنا داتا موجوده اهي، ولو خزننا اكتر من ريكورد هتيجي الداتا برضه. طيب هنخزن بس بسرعه كده ريكورد كمان، هنسميه احمد. في حاجه وهنا اي تي، ماشي، اي اي دوت كوم، وهنحط هنا 1 2 3 4 5 6 7. تمام كده عندنا كام؟ كان عندنا تو ريكوردز موجودين عندنا في الداتابيس. عايزين نجيب الداتا دي بقى ونعرضها هنا في الصفحه بتاعت الامبلويز. ازاي؟ انا جهزت لكم التيبل، قلنا مش هنتكلم في موضوع ال HTML كتير، مش عايزين نضيع وقت فيه. عندنا نيم وعندنا ايميل وديبارتمنت وفي ايديت وفي ديليت. اوكي، طب ازاي هنجيب الداتا وازاي هنعمل الكلام ده كله؟ تعالوا نشوف بالراحه كده. هنعمل فانكشن جديده، بس قبل ما نعمل فانكشن ما تنسوش الكومنتس هنا. insert new record in database. اوكي، وهنا هنعمل فانكشن جديده اسمها read data from database. اوكي، هنقول هنا public function read. طب read دي بتعمل ايه بقى؟ read دي المفروض همرر لها التيبل وهترجع لي كل البيانات. لو ما فيش ايرور، لو ما فيش خطأ، هترجع لي كل البيانات بتاعت التيبل ده. احنا دلوقتي بنتكلم بشكل بسيط ما فيهوش تعقيد، احنا بنفهم الفكره نفسها. وبعد كده انت لو عاوز تعمل ابجريد بقى وتحسن وتحط الشروط وكلام زي كده هتقدر تعملها، وتقدر تعمل فانكشن تأدي لك اللي انت عاوزه. لكن حاليا ريد دلوقتي هنقول جمله الاس كيو بتاعتنا هتكون select a string from التيبل اللي جاي ده، التيبل بس كده. طيب احنا بقى عاوزين نعمل ايه؟ هنقول الريزلت بيساوي result بيساوي my، مش عاوزين نقعد نكتب بقى اهو الجمله بتاعتنا، ممكن نخزنها برضو، لكن عموما دي الجمله بتاعتنا. نعمل اتصال مع الداتابيز ونمرر جمله ال SQL بتاعتنا. تمام، هنعمل هنا variable اسمه data، هيكون array. data ده عباره عن array. تمام، وهنقول if ما if result، الاول خالص هنتحقق هل result ده تمام ولا لا. result تمام، هترجع لي الداتا. طب لو مش تمام هنقول له خد ادي الالس بتاعتك. ممكن دي نخليها فانكشن لوحدها ونستدعيها هنا عشان ما نقعدش نكتب ونكرر الكود. اوكي، لكن مبدئيا هنعمل ريفك، هنخلي في فيديو في الاخر خالص نقدر من خلاله نعمل عمليه ريفاكتورنج للكود كله. خلينا نتكلم دلوقتي في الفكره، ايه اللي هيحصل في الريزلت؟ اولا هنقول هل هو في بيانات ولا ما فيهوش بيانات. عموما يعني هنقول if my SQLi num rows of مين بقى؟ في result. تمام، ايه اللي هيحصل؟ هنخش جوه وهنقول له لو ماي اس كيو num rows، يعني لو في بيانات عندي دلوقتي رجع لي من التيبل اللي انا مررته للريد دلوقتي، رجع لي البيانات دي. طب هترجع لي ازاي؟ هل هناخدها على طول كده؟ لا، هنقول واي العادي جدا رو بيساوي ماي اس كيو ال اي فيتش. طبعا انتوا المفروض عارفين حاجات زي كده، احنا كده بنفيتش الداتا على هيئه اسوشيتيف اري من الداتابيز بناء على الامر اللي عندنا اللي هو سيلكت اسريك فروم التيبل اللي هيجي لنا. هنشوف دلوقتي بالمثال العملي. طيب مين اللي هنحطه؟ نحط هنا ريزلت. ايه اللي هيحصل بقى بعد كده؟ نقول داتا، هنحط كل الروز اللي هترجع لنا، تمام، هيساوي رو. رو ده بقى فيه ايه؟ فيه النيم والديبارتمنت. كل رو عندنا فيه نيم واي دي وديبارتمنت وايميل، فاحنا حطيناهم دلوقتي، حطينا كل الحاجات دي في اري عندنا دلوقتي، في كي وفي فاليو. طب وفي الاخر خالص هنقول له هنا تحت خالص كده ريتيرن الداتا. الداتا نفسها هنريترنها. طب ليه هنا هنقول ريتيرن الداتا؟ عموما سواء في بيانات عندنا او ما فيش
هنريتيرن داتا، وهنتشيك هناك هل الدات هاز هل اللي راجع لنا فيه بيانات ولا ما فيهوش بيانات، بدل العاديه اللي اسمها كاونت، هنقدر نتشيك الاري اللي راجع لنا ده اللي راجع لنا ده فيه بيانات ولا لا. طيب هنعمل الكلام ده امتى وازاي بقى؟ احنا عاوزين المفروض هنعمله هنا دلوقتي كده، هنعمل تي ار ونكرر فيه بقى البيانات بتاعتنا. قبل ما نعمل تي ار هنقول اولا لازم نستدعي هنا الداتابيس دوت بي اتش بي، وبرضه هنا في تكرار، في حاجه هنا مش مظبوطه، ما ينفعش في كل صفحه هنعمل تكرار، لكن خلي الحاجات دي للاخر لما نيجي نعمل ريفاكتور هنستخدم الداتابيس دوت بي اتش بي ده ونعمل منه اوبجكت مره واحده بس. مبدئيا خلينا نكمل دلوقتي في اللي احنا ماشيين فيه. هنقول الداتا، هنقول فاريبل اسمه داتابيس يساوي نيو داتابيس، وهنقوله بقى فار وار دمب. وار دمب مين؟ داتابيز ريد. ريد بس؟ لا، انهو تيبل احنا هنريد جواه او هنقرا الداتا منه؟ الامبلويز. هنشوف ايه اللي هيحصل. قال لي بقى تيبل كومباني 2 دوت امبلويز، غلط اهو، راح رجع لي الرساله دي جت منين؟ الرساله دي جت من هنا، من هنا كده. قال لي ايه هنا لما احنا قلنا له، بنقول له لو الريزلت تمام اوكي، طب لو مش تمام ماي اس كيو اي ايرور ذس دوت كونكشن، راح مرجع لي الايرور اللي انت شفته دلوقتي لان انا كتبت الاسم بتاع تيبل. طب عملنا كده، راح رجع لي كل البيانات بتاعتي. عاوزين نلوب عليها بقى. لما بنيجي نلوب على داتا بنلوب عليها بفور اتش عشان اختصار للوقت، عاوزين نطول وقت الفيديو والحاجات دي متكرره ما فيهاش اي مشاكل خالص. هناخد الكود ده زي ما هو كده، انا عامله مجهزه يعني، وهنحطه هنا. دي الفكره عموما يعني، خدت من اول فين؟ من اول خالص. تيبل نفسه ماشي من اول هنا كده بالراحه كده بقى نفهم الكود بتاعنا. اول حاجه بقول له if count of database read employees، اعمل لي الكلام ده. لو false، لو zero، count دي بتعمل لي ايه؟ count دي بترجع لي الريكورد اللي موجود عندي في اي array. ما تخلي ما تكونش نعمل كده بس تشيك عليها، نعمل على الكلام ده كله كومنت اهو، ونرجع تحت خالص عند ان دي اف دي وهنقول له كده بس تفهموا ده اللي الكاونت بتعمل ايه بالظبط يعني. اتش بي ايكو كاونت الكلام ده كده صح؟ اه مظبوط. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل عندنا. undefined variable database، طبعا احنا عاوزين نعمل انستنشيت للداتابيس بتاعتنا الاول. هنا هنقول له انستنشيت على طول، احنا كنا لسه كاتبينه من شويه. ماشي، هنعمل انستنشيت هنا، نقول له داتابيس يساوي نيو داتابيس بس. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. قال لي اتنين، فعلا انا عندي تو ريكوردز، واحد واتنين، الاتنين دول اهم. اوكي طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ كاونت دي لو صفر هيرجع لي صفر. طب احنا هنا بنتشك باف، اف يعني اف داتا، لا معلش نرجع ده اه خلاص كده. برضو عمالين نعمل انستنشيت، ده تكرار، مفيش حاجه في البرمجه اسمها تكرار كده خالص، ده يخل بالكود ومش كويس. هنقدر هنعمل ريفاكتور للكلام ده في الاخر. داتابيز زي نيو داتابيز، وبعد كده زي ما قلنا استخدمنا الداله اسمها كاونت. كاونت دي بتتشك هل في بيانات ولا مفيش بيانات. لو مفيش بيانات في الاري ده هيرجع لي الصفر. طب صفر خلاص، طب واحد اعمل لي بقى الكلام ده كله. ايه هو الكلام ده؟ وتحت خالص بيعمل ايه؟ تحت خالص بيقول لي data not found data، not found، بيطلع لي رساله بيقول لي not found data، اهي not found data. طيب ايه اللي احنا بنعمله؟ ادي النيم، ادي الايميل، ادي الديبارتمنت، ادي إيه. طب ما تيجي الاول نشوف بس كده ايه اللي هيحصل وبعد كده نمشي مع بعض. قال لي النيم مصطفى محفوظ واحمد محمد، مظبوط، والايميل الايميلات بتاعتهم، والديبارتمنت كل واحد في انهو ديبارتمنت، واديت وديليت. ايه اللي حصل بالظبط بقى؟ دول مش هنتكلم فيهم كتير، دول الهيدر بتاع التيبل. طيب هنا بقى بنعمل ايه؟ بناخد الداتا بتاعتنا اللي هي داتابيز ريد، الفانكشن اللي عندنا في تيبل داتابيز اللي اسمها ريد اللي احنا لسه عملناها دلوقتي، مررنا فيها التيبل بتاعنا بس كده، فراح رجع لنا الداتا وعملنا فور اتش. مرينا بقى على الداتا دي في تي ار. اوكي تي ار طبعا دي حاجات اتش تي ام ال مش محتاجين نتكلم فيها كتير. وخدنا الداتا بيز، الداتا بتاعتنا بقى اتعاملنا معاها، عندنا رو اوف نيم ورو اوف ايميل اللي هي جايه لنا من هنا،
النيم والايميل والاي دي والديبارتمنت والباسورد وكرييتد اد. جميل، تعالوا نرجع بقى بره. ادي النيم بتاعنا، ادي الايميل بتاعنا، ادي الديبارتمنت. اس تي ار تو ابر دي فانكشن في البي اتش بي بكبر بيها، بعمل ابر كيس لكل الليترز اللي موجوده عندي في الكلمه نفسها. برضو نفس الموضوع انا مستخدمها في النيم، لذلك هتلاقي النيم هنا كابيتال، كابيتال اهو كابيتال، وسي اس واي تي برضو كابيتال. تمام، والايميل كتبناه زي ما هو. وبعد كده بنعمل ايديت وديليت. ايديت بقى ازاي وديليت ازاي؟ عندي صفحه انا كريتها اسمها ايديت امبلوي دوت بي اتش بي، اللي هي الصفحه دي مالها دي بقى؟ بمرر لها الاي دي بتاع الامبلوي ده، بتاع الموظف ده. تعالوا كده نشوف براها. بص هنا تحت، هنا كده تحت، لما بعمل كده اي دي رقم 2، طب هننزل اي دي رقم 3. طب وهنا دي ديليت دوت بي اتش بي، الصفحه اسمها ديليت دوت بي اتش بي اي دي رقم 3، وهنا ديليت دوت بي اتش بي الاي دي رقم 2. كده احنا مميزين كل امبلوي، كل موظف عندنا باي دي خاص بيه هو، عشان لما اجي امسح الداتابيس امسحه هو بس، ما امسحش اي ريكوردز معاه ثانيه، اي روز ثانيه امسحه هو بالتحديد. هنقدر نتعلم الكلام ده ونعمل فانكشن تشيك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي لما نيجي نعمل عمليه الايديت. طيب بس دي عمليه الايديت، وعمليه استخدمنا الفونت اوسو هنا باي بنسل بس كعمليه. وبعد كده عندنا صفحه اسمها ايديت امبلوي هنكريتها، وعندنا صفحه اسمها ديليت امبلوي هنكريتها. ورحنا مررنا الداتا على هيئه جيت اي دي بيساوي رو اوف اي دي، وهنا رو اوف اي دي. بعد كده في الاخر خالص اند فور اتش، دي كلها فكره ازاي نريتريف داتا عندنا. احنا لو عملنا كده ادي ايديت امبلوي، ولو رجعنا تاني امبلويز وقلنا ديليت برضو ادي ديليت امبلوي، دي صفحه اسمها ديليت امبلوي اهي ديليت امبلوي دوت بي اتش بي. مررنا الاي دي بيساوي 2، وهنا ايديت امبلوي والاي دي بيساوي 3. دي عمليه الريد، عملنا فانكشن نقدر نريد بيها الداتا عندنا من اي تيبل، مش تيبل بعينه، لا احنا هنا هنمرر تيبل كمتغير زي ما مررنا هنا امبلويز، لو في اي تيبل تاني هنمرره، وهنقدر نستعرض الداتا بشكل سلس وسهل من غير ما نقعد نعيد كتابه الكود. صحيح عندنا هنا اعاده كتابه كود في الداتابيز، وعندنا اعاده كتابه كود في الانستنشيت في ان احنا نكريت. اولا عندنا اعاده كتابه الكود في ان احنا بنسترعي الفايل نفسه، وقعد كتابه الكود في ان احنا بنعمل اوبجكت من الفايل ده او من الكلاس ده، وده مش منطقي. المره الجايه ان شاء الله او في الفيديو اللي جاي هنعمله مره واحده بس، ونحطه في الهيدر ونعمل منه استنشيت، لان احنا بنستخدمه في كل الملفات بتاعتنا، مش عاوزين نعمل تكرار للكود بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.